السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد معكم مامة عمر. فيديو النهاردة إن شاء الله هنستغل فيه بواقي الخيوط اللي عندك، سواء خيط مكرمية زي كده أو خيط صوف ورول المناديل اللي بالشكل ده أو الرول بتاع الاستيكر كبير. تابع معايا الفيديو، فكرة تحفة جدا للبنات. تابع معايا الفيديو هيعجبك جدا، ويلا نبدأ على بركة الله. اول حاجة معايا رول المناديل اللي بالشكل ده، تمام. هقسمها، هي تقريبا 22 سنتي، فانا هقسمها 11 سنتي و 11 سنتي. انا هنا معلمة الوسط، هبدأ هكمل الدايرة بتاعتي بالشكل ده اهو، وهقص الرول بتاعي بالطريقة دي، هقسمها اتنين كده، قسمتها اتنين. هاخد نفس المقاس ده والرول ده اللي هو الرول بتاع الاستيكر او ورق الفويل، فانا هقسمه بنفس المقاس سواء رول او اتنين، هقسمهم على قد اللي عندي، تمام. قطعة كلها قد بعضها. معايا شماعة قطعتها قصتها، خليت الجزء ده بس منها. هنا هجيب الرول اللي انا قطعته وهقطع حتة بالمقص بشكل ده، وهدخل فيها الشماعة بالطريقة دي، تمام. هقصها كمان حتة، هخليها في الوسط كده اهو، هثبت عليها بالشمع كده اهو، وهسيبها تنشف. هبدأ هجيب الخيوط بتاعتي زي ما اتفقنا، سواء خيط مكرمية بواقي خيوط او خيط صوف او خيط سلسلة، اي بواقي خيوط عندك هتستغلي فيها الفكرة دي، تمام. هنا هبدأ في البداية كده اهو، في بداية الرول هثبت الخيط بشمع، في البداية بس كده اهو، كمان سطر تاني، وهبدأ هلف الخيط بتاعي على الرول بالشكل ده اهو بدون شمع. هكمل لف الخيط على الرول بدون شمع، تمام، لغاية ما بوصل للنهاية هنا اهو، في النهاية بس بثبتها بالشمع. بنات كده لفيت الخيط كله والنهاية ثبتها بالشمع زي ما ثبت البداية. هنا الجنبين دول هعمل ايه؟ هجيب قطعة كرتونة مدورة، هقيس مقاس الدوران ده كرتونة بالشكل ده، هجيب كمان هنا اهو قطعة استرس، وهثبت الاسترس على الكرتونة بالشكل ده، وهنا هبدأ الزيادة هقصها بالشكل ده تمام كده. القطعتين هنا هثبتهم بالشكل ده، وهثبت الجنب الثاني بنفس الطريقة. لما ثبت الجنبين هنا هبدأ الجزء ده هثبت عليه كمان شريط استرس اهو. طبعا الاسترس ده بتجيبيها قطعة كبيرة وانتي بتقطعي المقاسات زي ما انتي عايزة، فانا هنا بس قطعت الشريطين بس، هكملها بالشكل ده. خلصنا اول قطعة في الفكرة بتاعتنا. هنا باقي الاجزاء اللي قطعتها بنفس المقاس هعمل ايه؟ بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها في بداية الرول كده اهو، هثبت الخيط
بالشمع اهو، في البداية بس هنثبت شمع هنا وهقص الخيط ده. هثبته كده وهكمل بألوان بقى خيوط مختلفة. شوفي ألوان الخيوط اللي عندك، بواقي الخيوط اللي عندك كلها، وكل قطعة رول لونيها بلون خيط مختلف، وكمان ممكن الرول نفسه تلوني فيه لونين خيط. هكمل باقي لف القطع اللي عندي كلها ونرجع نكمل مع بعض اهو. سهلة جدا. وهنا بعد ما خلصت القطع كلها زي ما احنا شايفين، كل قطعة لفيت عليها خيط مختلف لون مختلف عن التاني، ممكن بلون واحد زي ما متوفر عندك. تمام. هنا هبدأ هعمل ايه؟ هجيب اول قطعة اللي هي فيها الشماعة، وهبدأ هثبت بالشمع بالشكل ده. تمام. هثبتها كويس، هخلي الشمع ينشف فيها. تمام. وهبدأ باقي القطع هثبتها بنفس الطريقة اهو، هي كده تنشف. القطع كلها هبدأ هجيب شريط استراس. تمام. وهزين بيه الحروف بالشكل ده كده. هثبت الاسترس بالطريقة دي اهو، شريط واحد، وهمشي بيه على كل الرول اللي انا شغلها ده اهو. تمام كده اهو كده. وهكمل الجنب التاني بنفس الطريقة. تمام كده زينت الطرفين. هنا هبدأ هزين الجزء اللي من فوق ده، اللي الوردة دي اشتغلتها معاكم قبل كده من الفوم. هثبتها هنا، هسيب لكم رابط الطريقة بتاعتها في الوصف وكمان في الاي فوق. هنستخدمها في ايه بقى؟ ايه شايفين شكلها تحفة جدا. هنستخدمها منظم للطرح بالشكل ده. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ تقدري تعلقيها في الدولاب بتاعك، وتقدري كمان تنفذي منها عدد يعني 2 3 وتعلقيهم في الدولاب، او تطولي الرول بتاعك اكتر من كده وتكمليه منظم للطرح. شكلها تحفة وبحاجات بسيطة جدا بنرميها. لو عجبتكم فكرة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك القناة لو ما كنتيش مشتركة معايا في القناة، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.